زي ما قالت سام، انتوا مريتوا بتجارب وبطولات كتيره في النادي الاهلي. هبدا بيك يا امير، و يعني انطباعاتك ايه عن طبعا اللقاء الكبير، لقاء النادي الاهلي والزمالك، شفته ازاي كواحد من ابناء النادي الاهلي وواحد من اللعيبه اللي كان ليها خبرات ومرت بهذه التجربه، ومباراه كانت صعبه على المستوى المعنوي، وشفت ازاي المباراه والسيناريو الطويل اللي مرت بيه يعني. هو طبعا يا كابتن في البدايه انا برحب ان انا معاكم النهارده وكباتن سيش يا كدي الاول. لا حبيبي يا كابتن، حاجه محترمه. اهلا بحضرتك حبيبي يا كابتن. ده الفنان بتاعنا ده كابتن نيوم يعني. فطبعا يا كابتن، بطوله افريقيا عامه بتبقى صعبه جدا، مشوارها بيبقى صعب جدا من البدايه، من الادوار التمهيديه. نادي الاهلي ونادي الزمالك ناديين كبار، ان هم يوصلوا للفاينل افريقيا ودي ما حصلتش في التاريخ، اعتقد ان دي تحسب للناديين الكبار. بطولة صعبة جدا، كل نادي مستنيها. يمكن نادي الزمالك بقاله فترة كبيرة جدا ما يعني ما خدش البطولة من 2002 اعتقد. النادي الاهلي يمكن على مر تاريخه كان فاضل لنا بطولة ان شاء الله، وبطولة غالية اللي هي البطولة اللي احنا اخدناها. مشوار صعب، النادي الاهلي مر بظروف صعبة او الناديين مروا بظروف صعبة، وده حاجة كويسة جدا ان يوصلوا الناديين الكبار للفاينل. يعني بقالنا كتير جدا وحصلتش في التاريخ. صحيح. النادي الاهلي في اسوأ حالاته في مشواره قبل كده، او في السنين اللي فاتت، ان هو كان في اسوأ حالاته كان بيوصل للفاينل، وكان ما كانش فيه توفيق. اللعيبه كانت مركزه. يمكن نادي الزمالك ونادي الاهلي قابلوا بعض الفتره الاخيره في بطولات في الدوري او في سوبر مصري. طبعا النادي الاهلي لما بيجي على منصه التتويج بيبقى الامور صعبه جدا، بيبقى اللعيبه مركزه، الاداره مركزه، الجهاز الفني مركز، ودي بطوله غاليه لجمهور النادي الاهلي. ببارك للنادي الاهلي طبعا، وببارك لكل زمايلي وكل اللعيبه الموجوده والجهاز الفني.